النيل الأزرق، شرق أفريقيا، الوادي الأفريقي العظيم، الهضبة، بلاد الحبشة، جميعها مشتركات في الطبيعة وفي الموارد تربط أرض السودان ببلاد الحبشة. وفي أطالس السودان القديمة عبرت قوافل البخور والبن والبهار من أرض أكسوم إلى الحضارات المروية القديمة على شاطئ النيل، فهي روابط شكلها التاريخ ولونتها الجغرافيا. اختلف شكل الاستعمار، فكانت الطليان على الأرض الأثيوبية والإنجليز والأتراك على التراب السوداني. ورغم هذا الاختلاف ظل الارتباط الوجداني بين الشعبين هو الأساس. على امتداد الهضبة يتردد صوت وردي مجاوبا صوت الفنان تيلهون جساسة وعبد العزيز المبارك مرجعا صدى صوت مناليك المايو. وسيد خليفة يحكي عن يوهانس زمو، والبلابل يتجاوب صوتهن مع أستير وتجست. الموجة 60 من الإذاعة السودانية كانت الأكثر استماعاً في الهضبة الأثيوبية، بل وفي الصومال والقرن الأفريقي. الآن يشكل سد النهضة محوراً جديداً من وجوه التعاون التنموي بين بلاد الحوض الأفريقي، ويبشر بأيام واعدات بالفعل. استثمارات رجال الأعمال السودانيين في أديس تفتح آفاقاً جديدة نحو غد أخضر. كل ذلك حملناه إلى سفير أثيوبيا بالسودان. أينما اتجهت تجد نفسك محاطاً بحضارة قديمة وتاريخ غير مسبوق، أثيوبيا أو قل الحبشة، زهرة أفريقيا، أديس أبابا، فيها القهوة، الرقصة والأغنية تتجاوز الحدود، والاستقبال بالحفاوة واحترام القادمين. ضيفنا سعادة سفير أثيوبيا بالسودان مولوجيتا سوديه. السلام عليكم. السلام عليكم. يا بنا تتا اثيوبيا بنا. مرحبا بك سعادة السفير الأثيوبي بالسودان مولوجيتا زودة. أنت من وين في أثيوبيا الجميلة؟ أنا جئت من المناطق الشمالية، أي شمال أثيوبيا، تسمى منطقة تيغراي، أي إقليم تيغراي. وأنا كنت سعيدا جدا عندما تم تعييني دبلوماسيا سفيرا لبلادي لدى السودان. كيف المجتمع في أثيوبيا بمناطق وبمحليات المختلفة نقدر نقول عليها في التنوع؟ نعم، طبعا عندما نتحدث عن المجتمع الأثيوبي هو مجتمع متعدد الثقافات واللغات، ولدينا في أثيوبيا أكثر من 80 من القبائل والشعوب والقوميات، مع أن الكل لديه لغته وثقافته وتراثه الخاص به، ونعتبر هذا التجمع البشري المتنوع ثروة يجب توظيفها لما فيه مصلحة البلاد. ይሄንን ሀብት በአግባቡ መጠቀም ላይ ነው ትረታችን شنو القيم الكثيره اللي تشبعت بها من المجتمع او من منطقتك اللي انت جيت فيها من اثيوبيا وبقت هي بدايه لانطلاقه في العمل والسلك الدبلوماسي بالنسبه لك
منذ صغري كنت أحلم أن أكون طبيبا أو طيارا أو أن أكون دبلوماسيا أتنقل بين بلدان العالم، لكن تحقق حلمي الأخير وأصبحت دبلوماسيا وبدأت أتنقل من مكان إلى آخر في العالم. سعادة السفير، برضو دارينك تعرفنا عن المحطات اللي عملت فيها قبل ما تجي السودان. السودان هاي سمعت تامت قبل مجيئي إلى السودان عملت في السلك الدبلوماسي ل27 عاما، وعملت بسويسرا والنمسا وألمانيا، وفي وزارة الخارجية أيضا عملت مسؤولا عن العديد من الأقسام، وأخيرا جئت إلى السودان سفيرا لأثيوبيا. يعني من ألمانيا إلى الخرطوم مباشرة سفيرا لأثيوبيا. برضو ساعة السفير، واحدة من الحاجات المهمة المشتركات اللي بتجمع ما بين السودان بشكل عام ما بين أثيوبيا من النيل الأزرق، وعلى امتداده في كثير من التنوع الثقافي اللي ارتبط ما بين السودان وما بين أثيوبيا والمشتركات الكثيرة. السودان وأثيوبيا ما يجنان يوتشو بزونا غيرو تشالو عندنا كاندوها يدتاني ألنو أباي كأثيوبيا ودى سودانو. هناك العديد من الأشياء تربط بين السودان وأثيوبيا. أولا، نحن نشرب من نهر واحد، أي نهر النيل الأزرق الذي يتدفق من أثيوبيا إلى السودان، وهناك أنهار أخرى أيضا تربط بين البلدين. هذا أولا. ثانيا، لدينا حدود مشتركة طويلة تربط البلدين. وثالثا، الشعبان تربطهما ثقافات كثيرة، لدينا موسيقى وحضارات قديمة ومشتركة. موسيقى يورا الرسال هي موسيقى انسترومنت وشم يمساسل علو سلازي بزو ميامساسل عندي هنا تاريخ يرجم جزي تاريخ الله يشوناج. الموسيقى والأغنيات السودانية الموجودة في أثيوبيا والأغنيات الأثيوبية الموجودة هنا عندنا في السودان، ده محور كبير حنتكلم عنه بتفصيل أكثر، لكن خلينا نرجع مرة تانية للنيل الأزرق. وعلى الجنبيو في كثير من شكل الحياة والتداخل اللي بقى ما بين الشعب الأثيوبي والسوداني خصوصا على مناطق الحدود. نعم، يصعب على أي شخص أن يميز بين الإنسان السوداني والإنسان الأثيوبي. مثلا، هل هناك شخص يستطيع أن يميز بيني وبينك من هو سوداني ومن هو أثيوبي؟ هل هناك من يستطيع تحديد من هو أثيوبي ومن هو سوداني؟ لا أحد يستطيع. فلذلك هناك تشابه كبير جدا بين الشعب السوداني والشعب الأثيوبي، وحتى هناك لغات مشتركة بين البلدين. لو ذهبت إلى منطقة بني شنغول ستجدين الأثيوبيين يتحدثون اللغة العربية، وحتى في أقصى شمال البلاد الذي يتحدث الأمهرية والتجرينية هناك تشابه كبير باللغة العربية، مفردات العربية كثيرة، وكل هذا يدل على أن الشعبين تربطهما أشياء كثيرة جدا. برضو ساعة السفير، واحدة من الحاجات المهمة اللي شفناها في الفترة الماضية إنه في كثير من رجال الأعمال السودانيين بيمشوا أثيوبيا وبتكون عندهم استثمارات. كيف قدرت أثيوبيا تكون منطقة للجذب الاستثماري العربي ولا الأفريقي ولا حتى السوداني؟ في كثير من الأحيان هذا شيء يحدث وموجود بالفطرة. مثلا، الأوروبيون يريدون أن يستثمروا في الدول الأوروبية لأن شعوب المنطقة تتشابه في اللغات والثقافات، وكذلك السودانيون يأتون إلى أثيوبيا للاستثمار فيها لأن لديهم قناعة أن أثيوبيا بلدهم ولا يشعرون فيه بالغربة، لديهم شعور كأنهم في وطنهم، إضافة إلى العوامل الأخرى مثل المناخ الاستثماري الجاذب والسلام والاستقرار والأسواق الكبيرة الجاهزة لاستيعاب كافة المنتجات السودانية. ولكن الآن هناك مؤشرات قوية تشير إلى أننا في اتجاه صحيح في طريق التكامل الاقتصادي وعلاقات التعاون في كل المجالات المتميزة الآن بين البلدين. جنا بزو ما رجيم تشيلسرونا يهنن يايونو لإثيوبيا متعدد. السيد السفير، كيف ممكن السودان وأثيوبيا يستفيدوا من تكامل أدوارهم مع بعض؟ يعني السودان بمنتجاته بموقعه الجغرافي، وأثيوبيا برضه بأنه هي بعد أفريقي وإضافي بالنسبة للسودان. هو بتعم كلانه لمساري
وهذا أمر سهل جدا، يمكن البدء في الموضوع بتبادل التجارة على مناطق الحدود بالعفاء الجمركي عن كافة الأنشطة التجارية المتبادلة بين سكان الحدود، وجعل المنطقة الحدودية منطقة لتبادل المنافع وتسهيل حركة المواطنين بين البلدين، أي دون تأشيرات، ويمكن عبرها توحيد الشعبين ثم توحيد البلدين. اعتمدت أثيوبيا على كثير من مصادر الدخل بالنسبة لاقتصاد الكل كدولة. يعني لما نتكلم عن الخطوط الأثيوبية من الجين أنه عندها أثرة في الاقتصاد بالنسبة لأثيوبيا، وحتى شكل الخطوط والخدمات المقدمة بداخلها بتعكس الثقافة الأثيوبية بشكل كبير. أثيوبيا يرمنجد بتقام زنانيا. من المؤكد الخطوط الجوية الأثيوبية هي من ضمن الخطوط الجوية المشهورة عالميا من ناحية تقديم خدمات الرحلات الجوية لزبائنها، والفضل في هذا يرجع إلى مؤسسة الخطوط الجوية الأثيوبية. فلذلك يمكن التعبير عن الخطوط الجوية الأثيوبية بأنها مؤسسة ناجحة ومحترمة. طبعا الرعاية والدعم الحكومي لم يفارقها، كذلك أضفى إلى ذلك أن المديرين لقطاعات الإدارات المختلفة متميزون ولديهم مهارات كافية لإدارة المنشأة، منهم القدماء ومنهم الجدد. والشيء المهم للخطوط الجوية الأثيوبية الذي أود إضافته هنا هو بدء الرحلات الجوية لطائرة كافة أطقمها من السيدات، أي بما فيه من الطيار والمضيفين ومساعد الطيار وغيرهم، كلهم من السيدات ولا يوجد من بينهن أي رجل. تخيلي معي عندما يكون كل طاقم الطائرة بكامله من السيدات ويحلقون في سماء الدنيا من مكان إلى آخر. نعتبر هذا شيئا رائعا، وهذا فخر لنا بل ولأفريقيا أجمع. إثيوبيا بتشاسعون كراتو لأفريقيا جمرنو. ساعة السفير على متن الخطوط الجوية الأثيوبية، لسه مكملين رحلتنا معاك في حكاوي السفير. قبل شوية شربنا الشاي، حننزل تحت ونشرب البنة الحبشية. الشي تمام، جيد جدا، هيا فلنذهب ونشرب البنة الأثيوبي الذي أعد بطريقة تقليدية. ساعة السفير وإحنا بنشرب في القهوة الحبشية في بالنا الطقوس والجو اللي بتكون فيه، والقهوة، الفناجين، الزورية، في شعر ممكن يكون البخور، كأنه ما هي احتفالية يعني. طبعا شراب القهوة، البن في أثيوبيا يعتبر نقطة التلاقي الاجتماعي وليس مجرد مشروب يشربه الإنسان في زمن معين من اليوم. ويلعب البن دورا مهما في ربط الأسر والجيران، حيث يجتمعون حول الجبنة كلهم يناقشون قضاياهم أثناء تناول القهوة. والبن عندنا يشربه الشخص 3 مرات، الشربة الأولى تسمى أبوال، والشربة الثانية تسمى تاونة، والشربة الثالثة تسمى بركة. وحتى ينتهي المرء من هذه المراحل 3 يجلس ساعة حول الجبنة، وأثناءها يتحدث المجتمعون حول الجبنة من الأسرة والجيران حول أمور اجتماعية خاصة بهم، وأمور تتعلق باقتصادهم، وأمور تتعلق بحياتهم عموما. فلذلك البن يعتبر الرابط الأسري والرابط الاجتماعي، فله قيمة عظيمة في توحيد الناس، وطريقة إعداده بالضبط هي كما نراها الآن. أولا يتم إحضار البن ويوضع على النار بغرض قليه بهذه الطريقة هكذا، وبعد الانتهاء من هذه المرحلة يتم صحنه في الفندق، ويمكن أيضا بالماكنة كما نراها في الآونة الأخيرة، وتسمى هذه الآنية جبنة، تصب فيها المياه النظيفة وتوضع على النار، وبعد غليان الماء يتم إضافة البن في الجبنة، وبعد دقائق تنزل الجبنة من النار وتوضع هكذا بالصورة مائلة فوق الفرشة الخضراء، ويليها الفشار والبخور. ووجبة فطور البن تكون من الخبز أو امباشا أو أي أكل بدون طبخ،
ثم المرحلة الأخيرة لإتمام مراسيم شرب القهوة يتم نداء أفراد الأسرة والجيران، وتبدأ السيدة التي قامت بكل هذا المجهود بسكب القهوة في الفناجين ويتم تناوله كما نتناوله أنا وأنت الآن، وتسمى هذه المرحلة الأولى أبوال. هيا اشربي. جيد، كيف طعمه؟ جميل، لذيذ، أليس كذلك؟ ودائما السيدات يلبسن الأزياء الشعبية وخاصة في الأعياد السنوية أو الطقوس الدينية أو المناسبات الاجتماعية. طيب دي حاجات القهوة والشرح اللي فيها اللون الأخضر دي ساعة السفير من القهوة دايما تحت الترابيزة، يعني كده فرشة خضراء تكون مزينة كده ومزخرفة، عندها معنى اللون الأخضر وارتباطه دايما بأنه هي فرشة تكون تحت الترابيزة تحت القهوة. نعم، هذا الفرش الأخضر، والسبب الذي يجعله أخضر هو تيمنا بأوراق الأشجار والنجيلة وغيرها من النباتات الخضراء، وهذا فرش اصطناعي. لو كنا في أثيوبيا في مثل هذه الجلسة، أي جلسة القهوة، لكان الفرش نباتا أخضرا بشكل حقيقي ويسمى محليا قطيمة، وهذا مجرد تشبيه بالأخضر الحقيقي، وهذه وصية علينا أن نستخدمه في حالة أننا بعيدون عن بلدنا ولم نتمكن من توفير النبات الأخضر في جلسة تناول شرب الجبنة. ساعة السفير، يعني نحن كنا في الكواليس وانت بتتكلم عن أنه أكثر غنية بتحبها للراحة الوردي بلدية حبوب يا أبو جلابية وتوب، نحن حنسمعها وبعد ذلك نشوف تاني شنو من الأغنيات اللي انت حافظة للراحة الوردي. فلنبدأها سويا. بلدي يا حبوب جلابية وتوب، بلدي يا حبوب جلابية وتوب، خلاص كبير في البرد 19 سنة. اوكي ساعات السفير. برضو نحن واحدة من الأغنيات اللي سمعناها معاكم على الكرو حقنا اللي هي خلاص كبرتي وليك 19 سنة عمر الزهور عمر الغرام عمر المنى، ودي أغنية نحن بنحبها وكمان الشعب الأثيوبي بحبها، لكن نتكلم في منحة تاني بين السودان وأثيوبيا اللي هو شكل الملابس، يعني مثلا الزوريا
شكل اللبس التراديشنال في أثيوبيا بيشبه بدرجة كبيرة يمكن الجلابية حقتنا وتفاصيلنا نحن هنا في السودان. نعم، الأزياء الشعبية بين البلدين تتشابهان إلى حد كبير، لأن معظم ملابس الرجال والنساء بالبلدين ملابس بيضاء وحتى الذي ألبسه حاليا. ما الفرق بينه وبين جلابية السودان وحتى طريقة الخياطة واحدة؟ الأزياء الشعبية تلبس عندنا في أثيوبيا وعندكم في السودان في المناسبات الاجتماعية والأعياد، وتزيد السيدات من جمالهن، وكذلك تزيد الرجال أناقة ووسامة. الملابس الشعبية بالبلدين تعتبر مصدر فخر واعتزاز، وتخلق الشعور بالانتماء لهذا المجتمع الذي انحدرنا منه جميعا. ساعة السفيرة المسيحية الموجودة الآن في أثيوبيا من أقدم المسيحية في أفريقيا، ولما نتكلم عن شكل التعايش والاعتقاد بيشبه بدرجة كبيرة التصوف في الإسلام، فخلينا نتكلم عنه من الزاوية دي. هنا في أثيوبيا الديانة ليست مسيحية فقط، بل يوجد هناك المسلمون والأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت. فلذلك في أثيوبيا هناك تعايش ديني، تعايش سلمي، وتحمل وتقبل الآخر. وإذا نظرنا إلى الإسلام في السودان نجد طرقا صوفية، وفي أثيوبيا أيضا نجد الإسلام السني نفسه أيضا. ويميز الإسلام السني في أثيوبيا تعايشه السلمي مع الآخرين. مثلا أنا في أثيوبيا لو كنت مسيحيا هناك لدي صديق مسلم، نشرب معا ونأكل معا ونمارس كافة الأنشطة الحياتية مع بعضنا البعض بحب من القلب. لا تستطيعين أن تفرقي بين هذا مسيحي وذاك مسلم، ونلتقي في مناسبات اجتماعية، أفراح أو أحزان. والشيء الذي يميز الإسلام في أثيوبيا أيضا أنه قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ساعة الشدة والضيق على الصحابة في مكة: اذهبوا إلى الحبشة فهناك ملك عادل لا يظلم عنده أحد. وبعد قدوم الصحابة رضوان الله عليهم إلى الحبشة تم استقبالهم بحفاوة وقلوب مفتوحة، وقيل لهم اسكنوا هنا. وهذه المنطقة التي سكنوها الصحابة تسمى منطقة النجاشي، والمسجد الذي شيده أحمد النجاشي أيضا يسمى بمسجد النجاشي. فلذلك الإسلام في أثيوبيا يمكن وصفه بهذه الصفة، والديانات الأخرى أيضا يمكن التعبير عنها بهذه الطريقة هكذا. فلذلك في أثيوبيا الجميع يمسك بدينه ويعيشون مع بعضهم البعض في أجواء المحبة وتقبل وتحمل الآخر. لا يوجد في أثيوبيا من يقول أنا أعيش منفصلا عن الآخرين لوحدي. هناك اعتراف واحترام للآخر، وهذا مكسب اجتماعي يكون للعالم نموذجا للتعايش السلمي، ويجب علينا الحفاظ عليه. وأتمنى أن نذهب أنا وأنت معا إلى أثيوبيا ونزور مقر النجاشي. يا عالم سلام تدرغوم يوسن نو عند قن دمو عبرن ولتاچنم ود على النجاشي هدن نا يوالنا ان شاء الله انا والكرو مره حنمشي ساعه السفير. يعني نحن افارقه، ملامحنا بتشبع بعض، كثير من الحياه اللي بيننا هي قواسم مشتركه. عشان كده لما نسافر اثيوبيا او الاثيوبيين يجوا للسودان ما بحسوا انه في اختلاف في شكل المجتمع وتكوينه نفسه. يعني أنا ذكرت لك سابقا أن السودان وأثيوبيا بلد واحد. مثلا الآن أنتم تسمون هذا فنجان، ونحن أيضا نسميه فنجانا بالتجرينيا والزوريا التي ذكرتها أنت أيضا. طريقة الملابس الشعبية والثقافة والتراث القديم، طريقة أداء الأغاني أيضا تتشابه، البن والقهوة والبخور نرى جميعها في البلدين. هناك تشابه كبير بين الشعبين ولا توجد غربة بينهما عندما يتنقلان من مكان إلى آخر بين البلدين. حلوة على مالت من دمي بال عندنا تنول مالت يشجر هالنجي. وأنا عندما جئت إلى السودان لم أشعر بأي غربة، وكأني في بلدي. وأنا سعيد أيضا أنه تم تعييني بدولة جارة عزيزة علينا كالسودان، وأن الأثيوبيين أيضا لا يشعرون بأي غربة، وكذا السودانيين في أثيوبيا.
ومن التشابه بين الشعبين لا تستطيعين التمييز بين هذا وذاك. ساعة السفينة نحن شربنا القهوة، كلمنا عن أثيوبيا، وفي بالنا المطبخ الحبشي، اللانجيرة، الزغني، تاني شنو؟ فلنذهب هيا بنا نتجه إلى الأكلات الشعبية الأثيوبية، وكما قلت لك سابقا الثقافة الأثيوبية. ساعة السفير يعني الثقافة الغذائية في أثيوبيا ثقافة حقتها براها، فيها تنوع كبير، يعني نشوف التيبس نشوف الزغني. فكلمنا عن المطبخ الأثيوبي. أثيوبيا معروفة جدا بالأكلات الشعبية، وهذه تسمى إنجيرة، ويمكن أكلها بعد أن وضعناها هنا. هكذا عاداتنا أن نأكل باليد وليس بالملعقة، وهذا يسمى تبسي أي شية، وتبسي حليلجة أي بدون شطة، وهذا تبسي أحمر أي بالشطة، وهذا يسمى كتفو. فلنبدأ تناولها، أمسكي هكذا هكذا، ويمكن أكلها مباشرة. الإنجير يتم إعدادها من محصول يسمى طف، والطاف هذا موجود بنوعيه الأبيض والأسود. نقل هذا المحصول إلى دول أخرى مثل أمريكا وأوروبا ولكن لم ينجح، فهذه هبة من الرب لأثيوبيا فقط. وهذا طبيخ يتم تجهيزه بطريقة أثيوبية تقليدية، وبهذه الصورة يؤكل في المناسبات والأعياد وفي أي زمان. كلي، إنه طعام لذيذ أليس كذلك؟ طيب ساعة السفير يعني الزول لما يمشي أثيوبيا بيأكل الأكل الأثيوبي كأنه ما هو بيجي أكل عالمي، يعني ما بتكون فيه مشكلة أصلاً لزول اللي بيزور أثيوبيا نلقاه في المطاعم في المحال التجارية؟ وعندنا هنا في السودان كثير من المحال هي بتعمل الأكل الأثيوبي والناس بتجي وتأكله. يعني هي نجرو طيف كمي بال سبل نو ميزاجاجو طبعا نحن أثيوبيون ونحب أن نروج لثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا. عندما نذهب في جولات في الدول الأوروبية وغيرها نأخذ معنا الإنجيرة والشطة. ونفتح المطاعم على شاكلة ثقافتنا. وحتى لو أخذنا على سبيل المثال هنا في السودان ذاته نجد مطاعم أثيوبية تقدم الأكلات الشعبية الأثيوبية. هذا زغني يتم تجهيزه من لحم الدجاج، جربيه. لم تجربي حتى الآن. هذا كلي، هذا كلي بهذه الطريقة، انظري أليس طعاما لذيذا؟ وكذلك الأوروبيون والأفارقة وغيرهم يحبون الأكلات الشعبية الأثيوبية لأنها لذيذة أليس كذلك؟ በጣም ያስጎመጃል በጣም ነው ደስ የሚለው نحن استمتعنا معك الليله في حكاوي السفير ومن خلالك تعرفنا على كثير من الحياه ومن الفنون الكثيره اللي ارتبطت بها اثيوبيا. احنا اكلنا، وخلي المشاهدين هم بنفسهم من خلال زيارتهم لاثيوبيا استمتعوا بالاكل الاثيوبي او الاكل الحبشي، وشوفوا الجمال اللي ارتبط بالزهره البيضاء عاصمه أثيوبيا أديس أبابا. شكرا سعادة السفير. الجيك بتأمل مسجنا لون. يتوبيان بهل متو جراو.
أنا أيضا أشكرك شكرا جزيلا على زيارتكم لي وتناولكم معي الأكلات والمشروبات الأثيوبية، وشرفتموني كثيرا وسعدت بزيارتكم جدا، وشكرا، مع السلامة. ده أنا ونوب الشيء.